خلونا نعرف ايه الضوابط دي من استاذ خالد حسن، رئيس تحرير جريدة عالم رقمي. مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا بيك استاذ شهير واهلا بالساده المشاهدين. معلش ممكن تفهمني ازاي بيتم تسجيل بياناتهم لدى شركات المحمول عشان تفعل خدمة المكالمات الترويجية عشان تبقى بشكل شرعي وقانوني؟ ايه الشرع؟ طبعا في البداية انا في البداية طبعا بضم صوت لصوتك على ان المكالمات الترويجية والمكالمات البيع اللي بتتم عن طريق التليفون المحمول اصبحت بتقضي على خصوصية التليفون المحمول اللي هو اصلا اسمه التليفون الشخصي، لان قضت فعلا على خصوصية المستخدمين وبدأت تبقى مصدر ازعاج. الناحيه الثانيه بقى اللي هو قيام الجهاز القومي النهارده اللي من ضمن الاتصالات ان هو خد قرار بان تنظيم عمليه الترويج باستخدام التليفون المحمول، ان هو حضرتك المفترض اي شركه او اي صاحب خط تليفون مفترض ان هو بياناته كلها اسمه وعنوانه والتفاصيل الشخصيه بتاعته اذا كان مستخدم شخصي طبعا رقم القومي بتاعه، ولو كان شركه بقى السجل التجاري بتاعها يبقى مفترض متسجل لدى اي شركه من المشغلين سواء اللي هم الاربعه اللي هم تقريبا باعوا هذه الداتا للشركات اللي بتتصل بينا طول اليوم دي. هو طبعا اكيد في حصل عمليه تسريب للبيانات، طبعا اكيد مش بمعرفه الشركات نفسها ولكن بمعرفه الموظفين طبعا. بالضبط كده. فهو دوت النهارده الجهاز ان هو اي شركه عايزه تستخدم التليفون المحمول بالتسويق لازم تكون بياناتها متسجله، ولو حالت ان هو حصل ان هو يعني حاله التسجيل ديت بالتالي ان هو اي اتصال بالمستخدم بتظهر رقم التليفون وبيظهر اسم الشركه سواء كانت بقى شركه عقاريه يعني انا هعرف مش هلاقي رقم لو ما عنديش ترو كولر ما اعرفش ايه هو لا هلاقي بقى انه مثلا شركه كذا للتسويق بالظبط. أيوة فانا حر بقى ارد او ما اردش. ايوه فده بيدي للمستهلك حريه ان انا اقول اوكي انا ارد. عارف حضرتك الحريه دي المستخدم بيتعامل معاها ازاي؟ بعدد السبام اللي بيتعمل فيطلع الرقم معاه لون احمر كده ومش عارف 50 سبام 100 سبام كده. صحيح. النقطه بقى الثانيه طبعا اللي ضمن قرار الجهاز القومي النهارده ان هو اي في حاله المخالفه ان اي شركه مش هتسجل بياناتها وهتستخدم تليفون مش مقبول ده حضرتك على طول من حق المستهلك ان هو التليفون ده يبلغ عنه الجهاز القومي تنظيم سواء عن طريق الموقع بتاعه او على الرقم الموحد. فيبلغ عنه فيبقى في يعني في عقوبه ما؟ سوري بيبيع لي منتج معين او بيبيع لي خدمه معينه وبالتالي الجهاز بياخد اجراءاته ضد الكيان ده لان هو طبعا بيوصل من خلال اتفاقياته او علاقاته مع المشغل المحمول ان هو يقدر يجيب الشخص او الشركه اللي قدرت. ايوه ايه العقوبه بقى اللي هتتعمل عليها بحيث انه ما يتصلش تاني؟ يعني دلوقتي خلاص احنا هيبقى اسماء انا اللي هيتصل بيا هيطلع لي شركه كذا خلاص انا حر ارد او ما اردش. اذا بقى ما سجلش وانا حبيت ابلغ العقوبه اللي هتقع عليه ايه يعني؟ هيمنعوه من ايه يعني؟ القرار حتى الان ما وضحش حجم العقوبه قد ايه، وكانت عقوبه ماليه ولا عقوبه يعني ممكن تاديبيه مغرامه بس ماليه. والحقيقه انا مش شايفه ان في عقوبه اكتر من ان الناس ما عندهاش حديث غير على انه هذا امر اصبح مستفز، وان انت حتى لو بتفكر او مهتم الطريقه اللي بيتم عرض بيها يعني هذا التسويق يعني طارده جدا سواء يعني باسلوبهم او بالحهم او بانهم يتصلوا اكتر من مره او بيتصلوا في مواعيد غير يعني. وبعدين عارفه حضرتك بيبقى في واضح ان في شركات بتبقى معاها المعلومات كامله عن حضرتك اسمك وغير المعلومات لا ده في حاجه تاني، ده هم يعني احترفوا الكذب يعني بيتصل يقول لك انا بتصل بخصوص اهتمامك بالمشروع الفلاني اللي هو حضرتك اساسا ما سالتش عنه قبل كده خالص. انت عارفه حضرتك اصل برضه عشان نبقى صرحاء مع بعض، انت لو انت شغاله الانترنت ومشغله الفيسبوك او مشغله اكس برنامج تويتر زمان يعني حضرتك هو بيسمعك انت مثلا اتكلمتي مع صديقه ليكي انا مهتميه مثلا مش عارف بالعقار او مهتميه بالسياره اجيب سياره او كده على طول هو بيترجم ده ويجيب لك عن خلال الذكاء الاصطناعي يجيب لك الاعلانات الخاصه بالمنتج اللي انت طلبتيه وبيحول دوت ويحول ده لبعض الناس المهتميه اللي بتعمل عنده علشان تبتدي تضغط علينا. بس الحقيقه انا بشوف انها طريقه الحقيقه يعني الى الان
بشوف انها طريقه فاشله غير قانونيه فشله غير قانونيه بالظبط غير انها غير قانونيه هي فاشله في إن يعني انا مش هبقى قاعده لو انا عايزه اشتري منتج أو عقار بهذه الارقام اكيد مش هستنى حد بالصدفه يتصل بيا اكيد انا بدور يعني بالضبط. واكيد ما حدش هيتصل بحد يبيع له حاجات بالارقام دي والمساله هتبقى سهله اعتقد ان غالبيه الناس اللي اوكي أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي على وجود حضرتك معنا.